السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متبخداري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر لكم بسيطلات صغارين مالحين بالدجاج. التحضيرات رمضان كيجيو رائعين سهلين في التحضير. فإلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابونا في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المكونات دجاجة كاملة من فئة جوج كيلوغرام أو جوج ونصف. غادي نحتاج كيلو ونص من البصل، عندي هنايا 500 غرام من اللوز اللي سلقته وقليته مازال عاد غادي نطحنو. غادي نحتاج جوج دريسين ديال الثوم، غادي نحتاج كذلك جوج ديال العويدات ديال القرفه، وبالنسبه للقرفه غبره ف يعني تنستي الدجاج عاد غادي نضيف القرفه غبره. غادي نحتاجوا ايضا كميه من زيت الزيتون وكميه من زيت المائده. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا ملح، فلفل اسود، كركم وزنجبيل. فعلى بركه الله كما كتلاحظوا انا هنايا عندي كوكوت صغيره، درت غير نصف الدجاجه. غادي نضيف العويدات ديال القرفه، الثوم، ونضيف التوابل كما قلت لكم الملح. الملح ما غاديش نضيف بزاف على حسب يعني كتشحر لنا فاش كيتشحر الدجاج او الدجاج كيطلق الملح ديالو. غادي نضيفو الزنجبيل، كركم، وفلفل اسود. غادي نحتاج ايضا يعني القليل من السمن، طبعا تنستي الدجاج عاد غادي نزيدو. غادي ندير نصف كميه من البصل، وغادي نضيف كاس فقط من الماء، وغادي نرد النصف هذا يطيب، وعاد غادي نضيف النصف الاخر ونعاود نطلقه. اخواتي اللوز فهم بعد ما طحنته ممكن انكم تخليوه مهرمش، انا طحنته جيدا تولى يعني هكا غبره. ضفت معاه السكر كلاصي، ملعقه من القرفه، وملعقه من ماء الزهر. غادي نخلط الكل جيدا تيتمتزجو العناصر. وكتذوقوه، الا جاكم نقص من الحلاوه كتزيدوا له السكر. على هذا الشكل هذا. دابا كنخليه على جنب. اخواتي فمن بعد ما تشحرت لي الضغميره جيدا نستيتها من الزيت، انا هنايا ضفت عليها 7 بيضات. كنخلطهم وغادي نردهم فوق النار يطيبوا جيدا. اخواتي فبالنسبه يعني البيض ها هو ده طبلنا مع الضغميره، غادي نحتاجو كميه من الزبده ذوبته، غادي نحتاجو كذلك بيضتان للدهن. هنايا عندي اللوز اللي وريت لكم الطريقه ديالو، هنا الدجاج اللي فرتته بعد ما طاب وبرد. كما كتلاحظوا معايا انا هنايا عندي الورقه، غادي نحتاج الورقة الصغيرة، ممكن انكم يعني تصوبوا الورقة الكبيرة، يعني غير الورقة الصغيرة كتجي اسهل
بما اننا غادي نديرو يعني بسطيلات صغارين. بسم الله. كندهنو بالبيض ثم بالزبده باش كتجينا مقرمشه. غادي نوضع كما قلت لكم انا اللوز طحنته جيدا، نتوما ممكن انكم تخليوه مهرمش، يعني هو صراحه مهرمش كيجي احسن. فكنبداو نجمعوا البسطيله ديالنا على هذا الشكل، هذا ندهنوا بالزبده ثم بالبيض. على هذا الشكل هذا كندوبلو له الورقه كندهنوها بالزبده ثم بالبيض. على هذا الشكل هذا وكتجينا هكا البسطيله ديالنا كما كتلاحظوا، كنوضعوها على جنب باش كتنشف وكنصوبو حبه واحده اخرى بنفس الطريقه.
هكا تجينا البسيطله ديالنا على هذا الشكل هذا. اخواتي فهم بعد ما ساليت البسيطلات ديالي كاملين كنخليهم حتى كينشفوا جيدا، كناخذ بلاستيك يعني الخاص بالمجمد، غادي ناخذ هذا الحجم هذا. ممكن انكم تلويو كل وحده فيلم اليمونتير. تصوب بطبيعة الحال يعني الكمية اللي غادي تقدكم. كان على هذا الشكل هذا، وكتغلقوها بإحكام. على هذا الشكل هذا. كتضعوهم في المجمد. فاش يعني فاش كتحتاجوهم كتجبدوهم في الصباح حتى كيديكونجولاو، عاد كتدخلوهم للفرن، كتعاودوا تدهنوهم شويه بالقليل من الزبده وكتدخلوهم للفرن. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم او التحضيرات ديال اليوم لشهر رمضان تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابونا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.